الأفكار الرئيسية. 1- لا يجوز أن نعتمد على نوع واحد فقط من الطعام. 2- يجب أن ينوع الإنسان في طعامه بحيث يحتوي الطعام على جميع العناصر الغذائية المهمة في بناء الجسم، مثل الفيتامينات والحديد والكربوهيدرات. 3- الابتعاد عن المأكولات غير الصحية. الآن الغذاء المتوازن وعناوين أخرى للدرس: الغذاء المتكامل، الغذاء والصحة، الغذاء المفيد، الغذاء المتنوع. شبكة المفردات لعنوان درسنا: الغذاء المتوازن، الصحة، الخضروات، جسم قوي، نعم الله، الفيتامينات، أسنان سليمة.